فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجواب عما يورده بعض أهل البدع من أن السجود للقبور وعبادتها من دون الله كان في الأصل من مسائل الفقه، ولكن منذ 200 سنة جعل في كتب العقائد؟ هذا كلام فاضي، هذا اللي قاله يعلم أن هذا فاضي، ما هو صحيح. لا يلتفت إلى هالكلام ذا. نعم فضيلة كلام ساقط. نعم فضيلة الشيخ، الشرك مذكور في القرآن، ما هو بس في كتب التوحيد، مذكور في القرآن وفي السنة. نعم